في أمريكا وأوروبا مفيش مجاملة، خاصة في الأمور الاقتصادية، وكله على المكشوف. إذاعة صوت أمريكا عملت تقرير مهم جدا عن الاقتصاد المصري دلوقتي. يا ترى قالت إيه وإيه النبوءة اللي قالتها عن الاقتصاد المصري؟ بانكير، نبض البنوك. إذاعة صوت أمريكا معروف عنها إنها من المؤسسات العريقة في العالم، وتقاريرها بمثابة ختم النسر، وبتحلل كل حاجة في العالم عن طريق خبراء في كل التخصصات، وبتستعين بالمؤشرات والأرقام، يعني مش بتقول أي حاجة وخلاص. طيب مالنا ومال الإذاعة الأمريكية بينا؟ شوف حضرتك، إذاعة أمريكا عملت تقرير كبير عن التحديات اللي واجهت الاقتصاد المصري، وقالت إنها كانت عنيفة وصعب أي دولة تتحملها، لكن مصر عدت الأزمة. نرجع للتقرير واللي أكد إنه على الرغم من بعض الأزمات اللي واجهت الاقتصاد المصري في عدة اتجاهات، لكن أداء عدد من القطاعات كان صاعد، وأبرزها الفنادق والغاز. ديفيد باتر الخبير الاقتصادي في مجموعة شاتام هاوس البحثية البريطانية اتكلم في تقرير إذاعة صوت أمريكا، وقال إن الاقتصاد المصري تأثر بالعديد من الأزمات، ومنها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة لرفع أسعار الفايدة الأمريكية واللي تسببت في خروج رؤوس الأموال الساخنة. واستشهدت الإذاعة الأمريكية بكلام يورجن مستركاو المدير العام لفندق ماريوت القاهرة بمنطقة الزمالك، واللي أكد أن فندقه ممتلئ بالكامل وأن النشاط في أحسن حالته، وده الحال في كل الفنادق اللي على النيل، خاصة في القاهرة بشكل عام، رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار فيروس كورونا المستجد. إذاعة صوت أمريكا أكدت أن قطاعي الفنادق والغاز من القطاعات الواعدة في مصر لو نظرنا لآفاق زيادة عائدات الغاز من الحقول. والإذاعة رغم أنها تكلمت عن نشاطين بس في الاقتصاد المصري، لكن في انطلاقة كبيرة في قطاعات تانية زي قطاع الموانئ واللوجستيات، ولسه وفد شركة أبوظبي العالمية للموانئ كانت في زيارة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس. الكلام كان على مشروعات وتعاون ضخم في الفترة الحالية، ده بالإضافة لارتفاع حصيلة التصدير ومشروعات الصندوق السيادي، واللي بتهدف في الأساس لتنمية موارد الدولار، وضيف على ده كله الاستثمارات الخارجية الأخيرة في قطاعات كتيرة، ومنها على سبيل المثال قطاع النقل. الخلاصة في طفرة خلال الشهور اللي جاية في المواد الدولارية، واللي ما كانتش هتحصل لولا أن الاقتصاد المصري قوي. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.